احنا اولا نرحب بكم اجمل ترحيب في مؤسسه الشهداء، بيتكم الثاني، مؤسستكم، ان شاء الله نشرف بكم، وشكرا لهذا الحضور وهذا التبريك، وجزاكم الله خير. ونشرف حقيقه نلتقي بكم، احنا نلتقي بكم على شكل افراد، يجونا بعض الاخوان على المكتب، ولكن بهذا المجموع لعله اول مره نلتقي. اهلا وسهلا بكم. احنا بصراحة موجودين في مؤسسة الشهداء لغرض خدمة ذوي الشهداء والمصابين. فأخوان الأعزاء، احنا ان شاء الله كتبنا وزارة المالية، بعد المبلغ لحد الآن ما اجانا من وزارة المالية، بس اذا اجى احنا عندنا آلية للتوزيع. انا هاي السنة الحمد لله والشكر رحت للبرلمان وقدرنا نثبت من 300 مليار، قدرنا ناخذ 100 مليار المن لضحايا الإرهاب حتى نفعل موضوع البدل النقدي، تفعيل البدل النقدي، لأنه المئة مليار ما إلها قيمة قياساً بالأعداد الكبيرة لضحايا الإرهاب. بغداد تختلف عن جميع المحافظات، بغداد ما بيها قطع أراضي، إحنا هسه في كل المحافظات عندنا توزيع قطع أراضي موجود للشهداء والمصابين كلاً بنسبة معينة. يعني مثلاً إحنا قبل أيام وزعنا 1000 قطعة وجبة واحدة في الديوانية، مثلاً انطينا مثلاً 40% للنظام البائد، انطينا 30% للحشد، و 40% لضحايا الارهاب. ضحايا الارهاب هم قسمناهم شهداء ومصابين، فتقريبا المصابين اللي حكم 20%. واستلموا تقريبا اكثر من 200 250 واحد مصابين استلموا. وبصراحه انا اهتمامي بقضيه المصابين مو مجامله يعني للمصابين، ولكن يعني واقع الحال اللي واحد يشوف وضع المصابين والعوق مالتهم، نسبة العجز، يعني يستحقون المساعدة. احنا الآن ساعين إلى استحصال قطع أراضي في أماكن معينة لإنشاء مجمعات سكنية بصراحة، وعازمين على هذا الشيء.